وفاة مها أبو عوف حكاية 15 سنة معاناة مع الحمل. رحلت عنا اليوم الفنانة مها أبو عوف داخل إحدى مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة حتى فارقت الحياة قبل دقائق من الآن. فقدت جنينها بعد وفاة عمر خرشد، سعت للحمل كثيرا وفشلت، سافرت للخارج للعلاج، طالبها الأطباء بنسيان الأمر ونصحوها بالتبني، تعذبت كثيرا مع الحمل الكاذب، أصيبت بمرض خطير دفعها لإزالة 11 كيس من المبايض، رفضت إزالة الرحم في أمريكا وعادت إلى مصر، فكرت في تبني أطفال من البوسنة والهرسك. ذات يوم شعرت بألم شديد واكتشفت إنها حامل، أصيبت بانهيار من الفرحة. طبيبها قال لعزة: أختك علمتني ما أقولش الوحدة تفقد الأمل في الخلفة. وداعا بنت الأكابر، وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع السرطان. رحلت عنا اليوم الفنانة الكبيرة مها أبو عوف بعد رحلة صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعاني منه على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة لتفارق الحياة هناك. ولدت مها أبو عوف في 28 نوفمبر 1959. والدها هو الفنان أحمد شفيق أبو عوف، وشقيقها الفنان الراحل عزة أبو عوف. تخرجت في الجامعة الأمريكية وكونت مع أشقائها فرقة 4M الغنائية أواخر سبعينيات، واحترفت التمثيل عندما توقفت الفرقة. كانت مها أبو عوف هي آخر زوجات عازف الجيتار الراحل عمر خرشد.